سو انا هلا جيت على البلده تبعيتنا وبدي اروح على هولندا امبارت، لانه في شيء من اول ما بلشت الكيتو وانا عم حاول ما اخده ما اشتريه، وعم اقول يمكن يمشي الحال، بس شكله ما رح يمشي الحال. فحروح انا هلا وشوف اذا بلاقيه. وهو الجراس جوس، اكيد سمعتوا دكتور برج عم يحكي عنه وعن فوائده كتير 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 لا تعد ولا تحصى. حطلكن اللينك تحت لحتى تشوفوه اذا ما شايفينه للفيديو. بس هو مثل باودر، وهو من الحشيش، بس عم بقوله كتير 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 منيح. وانا كنت عم اقول اوكي اذا اكلت خضرة وشربت العصير ممكن أزمط من الشغلة وما عود أضطر أشربه. بس آخر فترة معدت كتير، ركزت على الخضار فبلشت أحس بالتعب. فما بعرف هلا بدي روح أشوف، وإن شاء الله إن شاء الله عم أقول يكونوا بيبيعوا كابسولز مش باودر، لأنه بعتقد الطعم كتير كريهة. بس هلا بشوف، يلا بحكيكم بعدين. شريته organic wheat grass powder، مكتوب عليه انه فينا نحطه مع السلطة، فينا نحطه مع الميلك شيك، او نشربه مثل الجوس، بس بتحطه له مي ونشربه ميلك شيك سوب، مع السوب مع شوربة، اذا بيعمل واحد ديب للأكل. يعني في خيارات كتير لحتى يمكن ما تحس يحس الواحد بالطعمة. فهذا جوز، وجبت فينيجر، خلي التفاح، وهملايين صوت، هيدا احسن صوت للي عم يعمل كيتو. فهي انا اليوم صيام فما حقدر اخده هلا الصبح، هلا الساعة 1 تقريبا هلا صارت، بس ما حقدر اخده هلا، راحت العشية. ما بعرف كيف بدي اخده اعمله مع جوس او هيك بالمي او هيدا، ما لقيت كبسول عندهم. فمنشوف عشية كيف بدي اخد اول جرعة وكيف الطعمة راح تكون. مني متحمسة بالمرة، بس anyway مشان صحته الواحد بضحي. شوفكم بعدين. طول اليوم انا كنت برا بالبيت، فهلأ على العشاء، هلأ تقريبا الساعة 5:30 المسافة بدي بلش بالعشاء. رح اعمل شغلة كتير كتير بسيطة لاني كتير تعبانة، ما قلي جلادي اطبخ شي معقد، بس anyway انا كل طبخاتي سهلة. فرح اعمل الباذنجان، رح قص الباذنجان بالنص، ورح اعمل شوية فراغ بالنص واحشيها لحمة وحطها بالفرن. هلا اللي عم يعمل دايت وعم ياكل جبنه، انا طبعا ايام الصيام مثل ما عارفين ايام الصيام المتقطع ما باكل جبنه، فاللي عم ياكل جبنه بايام الصيام المتقطع فيه حط له اي نوع جبنه بده اياها، بتطلع كتير كتير طيبه مع اللحمه. وبعدين بتحطوها، انا ما رح احط جبنه لانه ما عم باكل. وهلا فرجيكم anyway كيف تتساوى، كتير كتير سهلة وكتير طيبة ولذيذة. اوكي عندي 3 باذنجانات هون، هيدول طبعا لإلي ولجوزي، فرح شيل هيدا الجزء، وبعدين رح أقشر نصه مش كله، يعني هيك تقريبا. اوكي بعدين بقص
الكفته بالنص بهاي الطريقه. هلا السبب اللي قشرتها بهاي الطريقه انه لانه طبعا انا بدي احطها بالفرن قبل ما احشيها، فمثل ما عارفين الباذنجان بصير طري كتير، فممكن اذا جيت بدي احشيها بعدين رح تتخبص معي، فالقشره بتساعدها لحتى عشان ما تتخبص معي. اوكي هلا بدي احاول اعمل بالنص فراغ. اعتقد بدي معلقه لهالمرحله. اوكي هدول ما تتخلصوا منهم، طبعا رح استخدمهم انا نحطهم مع اللحمه. اوكي ما تحفروها كتير مشان ما تتخبص معكم. وهي طريقة وبحطهم بقلب الصينية بهالطريقة، هعمل التانيين الباقيين. اوكي هلا رح احط لهم شوية زيت وممكن رشة ملح. اوكي اوكي هلا رح احطهم، انا اوريدي عم حمل الفرن فرح احطهم هلا لمده 10 دقائق بس لحتى يستووا نص استوى، وبعدين هلا رح نبلش باللحمه. انا بالمطبخ شفت هيدا المنظر من شباك المطبخ، شايفين المغيب. اوكي حطيت الباذنجان اللي فضل مع شوية فليفلة حلوة وملعقة زيت زيتون، هلا حقليهم شوي شوي. We'll be right back.
بدي بلش بالصوص تبع السلطة. بدي استخدم الويت جراس اللي اشتريناه اليوم. اول شيء راح احط ملعقة من ريحته قوية كتير، ملعقة منه. راح اعمل الصوص مثل ما انا بسويها بالعادة، راح احط سايدر فينيجر الخل، حط ملعقة كمان، تعرفوا حط ملعقتين لان كمية كبيرة، حط ملعقة زيت، اوكي حط شوية ملح، حط صوص حار، راح خلطهم كتير منيح. هاي صارت جاهزة، بس بدلقها فوقهم او فوق الصحن وباكلها وبخبركم كيف راح تطلع الطعمة. هلا خلصنا عشاء، الاكل كتير كان طيب، جربوها كتير طيبة، واذا حطيتوا لها شوية جبنة للباذنجان كتير بتطلع طيبة. بالنسبة للويت جراس اللي حطيته مع صوص السلطة، على فكرة منه كتير سيء، انا كنت متوقعة كتير اسوأ من هيك، في طعمة مثل الترابية شوي، بس مش لدرجة انه بتحسوا حالكم وبتكون تستفروا وكتير كريهة، لا لا ابدا، ممكن تتاكلوها وحتى يعني بعد فترة يمكن ما عود حس بالطعمة. هلا ما بعرف اذا شربتها هيك دوبتها بمي وشربتها يمكن يكون الوضع مختلف، بس اذا حطيتها مع الاكل مع السلطة مع العصير ممكن يمشي حاله. anyway بتمنى تكونوا قضيتوا يوم حلو، وبشوفكم بكرة مع فيديو جديد. باي باي.